طب علاقتك كانت ايه بلعيبه النادي الاهلي؟ هقول ان لعيبه النادي الاهلي 10 10 اليومين دول، الله بامسك الخشب يعني بصراحه. لا، علاقتك باللعيبه القدام في جيلك؟ لا قديمه طبعا، كلهم كانوا كويسين مع بعض كلهم. يعني انت سيادتك انت، كابتن محمود الخطيب، نعم، كابتن زيزو، يعني الناس اللي افتكرهم، مروان كنفاني. انت على طول كانت قعدتك مع الكابتن مروان. مروان كنفاني على طول بنسال على بعض وبنشوف وبنكلم بعض وانت الفترات الاخيره كنت بتبقى موجود معاه في النادي الاهلي باستمرار. يعني علاقتي بيه اللهم صل على النبي الحمد لله يعني. وعزومات بتروحوا وبتاع الكلام ده، ولا بتسالوا فيا ولا انا ولا اي حد؟ ولا ابدا. عزومات ايه؟ ما العزومات بتاع زمان الحلوه بطلت. انت فاكر لما كنت بتعزمنا انا وبيبو وزيزو عندك في البيت؟ كانت ايام حلوه. والله كانت حب، بحب مش بحاجه يعني. كنا بتتعزموا بحب. نعم، كنا بنقعد بناكل بحب ونخرج مع بعض بحب ونلحق مع بعض بحب، ويعني والحمد لله يعني. مش هتكررها لنا تاني الفترة دي؟ أوي. ولا اللحمة اتغيرت شوية؟ لا لا، عيني اعملها لك. ربنا يخليك. علاقتك ايه بالكابتن صالح سليم؟ كانت علاقة كويسة وطيبة وحلوة. نعم، وجميلة. فاكر الصورة دي؟ وحاجة جميلة جميلة جميلة. دي كانت في صالة الأمير عبد الله محمد الفيصل. رمضان كان بيعتزل في الصالة بتاعت الأمير محمد، الأمير عبد الله الفيصل. عبد الله الفيصل. وكنت بنلعب وهو كان موجود، وطلعت سلمت عليه وكان الله يرحمه من الناس اللي كنت بحبها جدا، لأن هو خدمني خدمة حلوة جدا وما اقدرش انساها له يعني. كنت بتكلمه وانتوا لسه بتلعبوا؟ كنت بتبقى لا هو واحنا بنلعب كان في منتخب، كان في منتخب القاهرة ومنتخب الجيزة. ده في ايامكم؟ في ايامنا. كابتن صالح موجود بيلعب، وكان في النادي الاهلي الماتش. نعم، كان في النادي الاهلي الماتش دوت. كان بقى كابتن جندي وكابتن حسين مدخول الله يرحمه كانوا ماسكين الفرقه. نعم. والقصد ايه؟ لعبت الشوط الاولاني كنت بلعب ناحيه المدرج اللي هو الكبير اللي هو على اليمين في النادي الاهلي. وكان الكابتن جندي بيزعق والكابتن حسين مدخول بيزعق، ما كنتش موفق خالص. فخرجت في الشوط بين الشوطين. كانت مباراه ايه؟ منتخب القاهرة ومنتخب الجيزة. لا، ومنتخب اسكندرية. منتخب اسكندرية. منتخب اسكندرية. القصد ايه؟ دخلت بين الشوطين فقاعد مدوش، مش مركز بقى، مش مركز ولا عامل حاجة. فلقيت واحد بيحط ايده على كتفي بيقول لي انت مالك، انت احسن من كده. بعمل كده لقيته الكابتن صالح. ما يعني ما اتخضيتش كده في الاول؟ ايه ده؟ قلت له يا كابتن بيقولوا كده، وده بيزعق لي وده بيعمل لي وده بيعمل لي. قال لي اشتكي له بقى. هقول لك على حاجه بسيطه، حط في ودانك قطن. يعني مش هحط قطن يعني سد ودانك، يعني ما تسمعش، سد ودانك اللي تسمعه من هنا. واعمل واعمل اللي انت عايزه هتبقى كويس. نزلت الشوط الثاني خدت الحاجه اللي قالها لي، لعبت شوط ما حصلش وجبت جول. دي نصيحة؟ نصيحة ما نسألوش. فبقيت أنزل الماتشات ولا يهمني بقى اللي بيتكلم ولا يهمني ولا حد خالص، أنا ألعب اللي أنا عايزه. والكابتن طارق؟ طارق سليم كنت أبقى عكسه الله يرحمه. في الملعب؟ كنت في لا في بره بعد ما بطل. كنت أقول له كنت بروح أزوره الله يرحمه. الله يرحمه. أقول له يعني أنت كنت لاعب كورة يا راجل، أنت كنت لاعب مش عارف إيه. عايز يتخانق معايا. أقول له أنا بضحك، أنا بضحك. يعني الله يرحمه، الله يرحمهم كلهم والله. يعني كابتن طارق فاكر الصورة دي؟ هي دي في الملعب برضه. كابتن علب وجريشة. كابتن علب وجريشة وكابتن طارق سليم الله يرحمه. وادي الكابتن مصطفى رياض، يعني تاريخ كبير جدا. كانت علاقتك ايه بالكابتن عبد الوهاب سليم؟ ممتازه ممتازه. في صوره لي معايا. هنجيبها لك دلوقتي. صوره كده اهو. كان برضك بيكلمني، كان في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. في الملعب.
في ملعب النادي الاهلي. نعم. فيعني كان راجل ممتاز برضك، وبسمع كلامه والنصايح بتاعته والحاجة. يعني زمان ما كانش فيه كابتن مصطفى زي ما بنسمع يقول لك اللعيبه دي في وادي والفرقه الثانيه في وادي وما فيش تقارب بينهم من بعض، ما فيش صحوبيات والكلام ده. لا طبعا، كان موجود. ده بالعكس، ده زمان كان الصحوبيات اكتر، وكانت ممتازه وكانت نعم. حلوه وكانت جميله، وكانت بنحب بعض وبننتمي لبعض وبنسأل على بعض.